الفيديو ده برضو على البحر، والبحر هايج شوية، عشان افكركم ان احنا ما ينفعش نسيطر على اي شيء زي البحر بالظبط، بس في مننا عايزين نسيطر. الفيديو ده مهم جدا لو انت مش مبسوطة من ولادك، او حاسة ان هم ما عملوش اللي انت نفسك فيه في حياتك، يعني انت عايزة تكوني مسيطرة، يعني كان نفسك يدخلوا جامعة معينة، يتجوزوا بصورة معينة، يتصرفوا بصورة معينة، يشتغلوا بصورة معينة. حاطة كده برواز، والبرواز ده مصممة ان هم يدخلوا جوه البرواز بالصورة اللي هي فعلا دي، نوع من السيطرة. وده فكر يعني عايزين نقول ايه عميق، عايزاك تفكر. اوقات تقولي لا، اي ام عايزة ابنها يكون ناجح ومرتاح في جوازه مثلا، وبيشتغل في شركة مرموقة وبيقبض كويس، حقيقة. بس ده معناها ايه؟ معناها ان انت مش راضية تقبليه الا بالصورة اللي في البرواز او المربع اللي انت عاملاه، مش راضية تقبليه كما هو، لان هو له حياة وله رحلة وله المكتوب له. يمكن هو مش عايز كل اللي انت شايفاه ده، ممكن الصورة اللي انت رسماها دي ايه هي النجاح، مش الصورة بتاعته. وده نوع من السيطرة، فكر اعمق شوية. يعني ايه هي السيطرة؟ انت مسيطرة عليه ليه؟ مصممة ان يملي المربع بتاعك او البرواز بتاعك اللي انت عايزة تعلقيه في الصالون بتاعك بالصورة دي. ابني اهو او بنتي اهي، او حتى جوزي اهو، لازم يبقى بالصورة دي، بالشكل ده، بالطريقة دي، بالكلام ده، بالفلوس دي، بالبرستيج ده، بالجسم ده. طبعا بالعكس، الرجالة ممكن يفكروا كده في الستات. لو انت من الشخصيات دي، راجع نفسك شوية، انت عايز ايه بالظبط؟ وليه مصمم او مصممة تسيطري على الاخر؟ واقصى حاجة لازم نتحكم في انفسنا، لكن نتحكم في اي شيء تاني زي اللي بيحاول يتحكم في البحر مش هينفع. وحتى لو اتحكم لفترة مش بتبقى النتيجة كويسة، مش النتيجة احسن نتيجة. اللي معرفنيش انا ميلاد السكري، بليز خليكم معايا على الصفحة بتاعتي ميلاد السكري عربي انجليزي. الفيديوهات دي ممكن تعملوا سبسكرايب، واحسن حاجة كمان ان انتوا لو شايفين الكلام ده ممكن يكون مفيد لحد تاني، ارجوكم ابعتوها لهم شير، عشان نحاول نساعد عدد اكبر من الناس، نوصل لملايين الناس ترتاح. كل ما حد بيرتاح اللي حواليه كمان بيرتاح.